اهلا وسهلا كل اللي بيسمعني معكم الاستاذ صفاء من قناة تيو اللي بيسمعنا اول مرة واجب الفيديو ميساش يشترك ويفعل لنا الجرس حب عربا في قناة ثانية تيوك معرفة في قناة ثالثة اسمها تيوك ملكة التعبير اتمنى منكم الاشتراك في هذه القنوات فضلا وليس امرا ولا تبخل علينا باللايك وكومنت القناة اذا عجبكم الفيديو اذا عجبكم الفيديو اليوم تلخيص نص ذكرى وندم سنة رابع متوسط طلبت مني من احد المتابعين يا رب يعجبكم التلخيص انا لخصته بطريقتي استرجع ابراهيم اخر ذكرى حياته الزوجية دخل ابراهيم المنزل صباحا مخمورا واستيقظ بعد ليالي عربدته وكانت زهرة زوجته تنتظره على وجهها رقة وحزن انها تعاني منذ مدة من سلوكه غير السوي الذي كان يعذبها في هذا اليوم كانت هادئة مع رفيقها العصفور فأخذت تجدو بأغنية فلم تسمع زوجها الذي ناداها عدة مرات وهو لا يزال نصف مخمور وهو لا يزال نصف مخمور فأحسب أنه محتقر فانقض على القفص وألقى بالعصفور في صحن البيت فمات وانتهت فمات العصفور ممكن نقول فمات العصفور وانتهت الحياة الزوجية بمقدرة زهرة والطلاق منه يا يعجبكم التلخيص اشكركم شكرا جزيلا على زياراتكم أه لو كنت اول مره تسمعني واعجبك الفيديو ما تنساش تشترك يمكنك الاشتراك عند زر اشتراك باللون الاحمر مكتوب اشتراك باللون الاحمر اضغط عليه ثم اضغط على الكل أه تفعيل الجرس بضغط على الكل تضغط على كل لكي يصل كل محتوى القناه اي محت... اي فيديو انا منزله يوصل لك اول باول أه اذا تستطيع تشير الفيديو شيرونا الفيديو جزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته